بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحان شونا سورة العصر إيادي دور سورة وقدم بأينا عشر كان نمان تكسب سنان دونا وحان شيني نايلا إسنين توحي اللوغة رهدي ألا يلا ذا إذا مكيسينا لما ينايلا سورة الناس كسد عشر بانو دمان. سورة العصر وسورة ما كسو دكتي حلق النبي وشوي عليه الصلاة والسلام سدع علماء بديهين علماء قار كود وقار تابعين يكدم بي اي وحايا ام قتينا هي سورة مدينة كسو دكتي سدع قتادية مجاهدية مقاتلية رقلة مدة لكن سدع لو بدن هي وحاوي سورة كسو دكتي النبي عليه الصلاة والسلام حلق مكة وشوي سورة وحيود حيث سورة الشرح أما لم نشرح هي سورة العاديات وهكور ريسي سورة العاديات باكدن بيسيب عن ليه هاي وحانا كسور ريسي سورة الشرح أما لم نشرح باكسور ريسي سورة سورة العصر بالله يراه ذا انتاس ومقع عقوبة ذنا يقوم مشهور سنة أهلي هذا هاي كاس على مصاحف يا كتب التفسير كقرا إن واو لغو دارو سورة والعصر اللي راهدنا إمام البخاري هذا تكراكم مقعابي مسك لفوق ماتشيرو سبب قارة وسورة دان سوى دقيتان كيدي أما دعا لحريرتي وسبب هو قارة ماتشير توسوغا فضل قارة إلى هذا هاي وسورة دان آخر سكيدا لقيه ليو أما مناسبات قارة إن لو أقرياء تهين مشرت وقصق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن وحاجر الصحابة دو مكي لوقفوا إيه كميدا يسوي مادان إي كلا تقيان سورة دان متكود بأقرين شري مركا كدي بي كلا تقي شرين وآثر حديث معها صحابة كسوغن وأنا سجن يهي سنة ها هو الصحي مركي اللي سجن يهي طرق دي سيا اللي سكو در دارو أثر ها هو سجن يهي أي مكرة دوان نواسو سارين تاسي دي فضل النبي الله تيرين أيه سجن معها لكن معنا سورة دا مركة إنو أراغنو بانقران دوانا مباركي سبايا هاي مثل وحوين باليس حسوسين أيه وعد يوانا يهي صحابة حيث وآخره شرين هذا الكاو حاكا قردو إمام الشافعي رحمه الله تعالى أيا لغا سوى قوريا إنو يري سورة دان كريا هدي سوى دقي لهيد وما دوا كفر لان لايد هدي معنى هذا دوحان وهو سوى دوغان أيان سورة دان يوا كفر لان لايد يدنا معنى هاس وحلوغا چيدا دو دوبان وما دا كافين لها مكان سورة مرنا نركي دونا سورة أثر مشهورة ترى مرك الله مرة يا تفسير كذي بالله وقيسة وها نبي عليه الصلاة والسلام انت ونو العابة يا مركو دنتي كذي دات با شاكتاي نبي نمو دات كن نبي نمو دا شاكتاي نلي رادة مسيلمة كميدها وقد شي قبائل ريبني حنيفة لديه شري حلي أبو بكر بالا لا دغالا ما يقول لديري بوقت لو لا دغالا ما ينو حالي لا دغال كي يماما ماشي لي لا دكدعي يماما دي هاد مغارو يمكن نمرك الله يقول تولا يربا يا هيد او كنت على هاد اما صوهو سكاشو كميد بان نقوتي عاصمة دو ودن كان سعودي غير رياض لي لا دو قاسي ريباني حنيفة دغالاين isagana reerkiisii dad badan baa taageeray nabinimadiisii in la rumeeyana qabyaalad baa qayb ka ahayd maasha qabyaalad wax dhib badan weeye dad baa rumeeyey markaasaa waxaa la yidhi waad ogtihiin inuu ninka wuxuu sheegayaa been tahay maxaad u rumayseen waxay dhaheen run sheega quraysheed nabigay u jeedaan been looga reer bani xaniifa noo dhaama yidhaahdeen in adeerkay soomaalidana waxaa maqli jiray waagii hore waya hadda mala iska baabaaday garan maaye muminka reer hebel
منافقنا غير كاي داما وان قدر كي ريب بني حنيفة الرمشاق قريشات بين لوغا بني حنيفة ان كدور بيدي نادي باشا قبيالة دو خطر تيلادة واتداركتان قصة سداسي وحيلادة هاي عمرو بن العاص با صومري او كويري محمد محال لغو سودتي يا صاحبكين امام ابن كثير تفسير كي سيئو وحي الشيغة يعني عمرو بن العاص با صومري انتونا نسلامين كدب حول كل مي نيك اللي رادا مسيلمة والنبي النمشي اكتي وكاسو مسيلمة كويري صاحبكين قريشاد محال لغو سودتي يا عصب عمر باكو يريب إليهين سورات قابن و آيادة ير و معنى وين بالغو سودتي مكاس يريب واخر آخر عن مقل كاس حري والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عبار انتو عموسي يحيي يريب إليهين أني غنى مدل مدل لغو سودتي مكاسا وحلي محيط هاي مكاسا وحلي يا وبر يا وبر انتما انت اذناني وصدر وصائرك قد حقز حق حقز حقز وبرك وعدا بذير ودغي ووين ومدح دير دوضن ابريت مكاسا يريب اليه كورا عمرو سوردنا كو اخري مكاسا يريب اليه الى ان كو دارتي مسيلمو waad ogtahay inaan garanayo inaad been sheegayso inay been taa tahay oo been ala tahay oo waxaan uusan waxba ahayn ee been yahay inaan anigu ogahay adigu walaaltaad waad garanaysaa iyo iska yiriyeysa qisada sidaas ibn kathir fi tafsiri markuu ku sheego wuxuu leeyahay waxa wariyay al kharaayti kitabkiisa masaawi al akhlaaq juska labaad juska labaad iyo kii koobaad iyo saddexaad ba waa la daabacay لكن ما قانه لغو معرك من لبادنا انو اثر كو سيدا كو اصحاي وما بدنا محير عمرو بن العاص سنة كي سديدات بو اسلامي ايه هجرده مسيلمانا وقته النبي نمد الشيكتي اد بي اقدم بيسي وقته غاس markay soo nabinimo sheegtay buu islaanimadiisii ka hor la kulmay inay sugnaatay uma badna waxa uga dhow inuu sugan yahay ee la hayo waa asar kale oo ah suuradan ay Amr ibn al-Aas iyo Musaylamah al-Kadhdhab dhex martay baa jira asarkaasi waxa warinaya Imaam al-Baghawi fi mu'jam as-sahaba asarka laba kun nambarkiisii yahay weeye الحافظ ابن حجرنا في الإصابة في تمييز الصحابة ابن شاهين بؤترنا يا في الصحابة ينكوريي طبعا سوى مطبوعة ما ننهرين والراديي كتاب ابن شاهين لما دابعين انت نوغة مالك الله غيابين يكوتا الله أما ابن حجر اسموتي كم بغوي في معجم الصحابة ونوية بغوي في معجم الصحابة أثر كوحكوة لنا يا نبي عليه الصلاة والسلام وحاورني السحابة ليرادو قرة ابن هبيرة wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray Amr ibn al-Aas aakhir ayaamihi nabigu geeriisii wax yar ka hor wuxuu mas-uul uga dhigay waddankan hadda Bahrain la yiraahdo Bahrain waxaa la dhihi jiray hadda inta Bahrain la yiraahdo kaliya ma aha gobolladan bariga ee Sacuudiga ee mantiqadan Ixsaa iyo Bahrain bay ka mid ahayd oo gobolka Bahrain baa la dhihi jiray ka mid ahayd waali baa loo diray halka mas-uulka sabab Bahrain waalika ayaa nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam Abu Bakar baa qoraal u diray markii carab badan gaalowday oo wuxuu leeyahay Camarow dhibkaasaa jira ragga quwaadee dagaalka iyo hoggaanka ku fiicanna wuu ahaa Camar ima baa lagu yiri Madiina hadduu dhinaca Bahrain ka imanayo dhulka uu soo maraya waa Yamaami iyo Riyaad iyo dhulkii reer Bani Xaniife Musaylima waa marku soo dhawaaday buu la xiriiray wuxuu yiri waad soo mari kartaa ammaan baa lagu siiyey saasuu ku soo maray waa u yimid marka
sidaas ay ku wada hadleen. Markaasuu wuxuu yidhi maxaa la soo dejiyey suuratul casri, ana suuraa laigu soo dejiyey buu yidhi, oo timid ka dheer oo raha iyo waxyaaba lagula khitaabay, yaa difdacu yaa difdacu, rahayahow rahayahow, meelahan baad wiiqwiiq dhahdaa, biyana ma dhuubaysid, weel lama jabisid, qur-aan laga dhigay, wax ilaahay soo degay. Laakiin wuxuu ku yidhi aniga Nabi Maxamed arrimaha waaweyn baa loo soo diray, ana in yaroo xuluulaysi ah baa layla soo diray buu ku yidhi. Markuu ku akhriyay waran yirina waad ogtahay bu inaan garanayaa been sheegayso. Uu hamiyey inuu dilo, haddana ammaankii uu siiyo u ballanqaado xasuustay, ore iska tag buu yidhi. Atharkaasoo nin majhuula keliya ku jiro baa uga dhow inuu asaxo xilliga nabigu dhintay kadiba, ninkana Bahrayn uu ka soo socday, yamaamo iyo caradii reer Bani Xaniifana jidkiisii ay ahayd, ninkana ku beegnayd xilligii nabinimada uu sheegtay xoogaystay. Alaa kulli xaal, atharkaa maan rabay inaan baraarujiyo masterka laga helay iyo inta uga dhow inay sugnaato walow sanadkeeda waxa ku jira. Intaa kadib ilaahay wuxuu yidhi walcasri baan ku dhaartay, ina linsaana aadamuhu guud ahaan la fii khusrin, khasaaray ku jiraan, ila aladiina kuwa maahane aamanuu rumeeyey, kow wacamilu saalixaati camal saalixoo suubanna la yimid oo ku dhaqmay, laba watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqa iyo qaadashadiisa, waa saddex watawaasow isu dardaarmay bisabri sabir iyo dulqaadna isu dardaarmay, afartaa afartaa dadka laga helay maahane inta kale aadamuhu way khasaaraan, khasaarahooduna hadba wuxuu la dhan yahay afartaa intay ka xaqiijin waayaan, liibaantoodii iyo badbaadooduna waxay dhan tahay hadba afartaa tilmaamood inta ay ka yeeshaan, kuwa laga rabo inay wada yeeshaan iyo kuwa qaybsami kara labadaba. Culimmadu waxay isku qabteen walcasri waxaa lagu dhaaranayaa masalaada casarba, ma cumriga aadamaha alcasru la yidhaahda dhammaantiiba, ma waqtigii nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam zamankiisii. Culimmadu waxay yidhahdeen nabiga zamankiisii weeyo waxaa isdhammaystiraya suuraddan iyo laa aqsimu bihada albalad wa anta xilun bihada albalad iyo watiini waalzaytuuni watuuri siiniina wa hada albalad alamiin. Kuwa hore waxay ahayd nabigu makaankiisii iyo baladkiisii baa lagu dhaartay, tanna waqtigiisii iyo zamankiisii baa lagu dhaaranayaa. Haddii macnaha sidaa la yidhaahdo waa macno dhici kara, laakiin aayaadka qur-aanka ee kale iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wax u marag iyo markhaati noqonayo badan ma hayno macnahaasoo kale ku soo arooraya. Culimmada qaar waxay yidhaahdeen walcasri waxay la mid tahay lacamruka innahum la fii sakratihim yacmahuun, cumrigu waa zamanka qofka oo dhan, oo hadduu rumaynaya hadduu gaaloobi hadduu farxi iyo hadduu nixi hadduu caafimaad iyo hadduu jiran hadduu qani noqon iyo hadduu faqiir noqon hadduu colaad iyo nabad midoon geli, wax kasta oo noloshiisa soo maraba waa ayaamta xayaatadiisa iyo cumrigiisa inta uu nool yahayoo dhalashadiisa iyo dhimashadiisa u dhexaysa, taasaa loogu dhaaranayaa oo cumrigaaga oo dhan waxayna ka dhigan tahay waad khasaartay. Cumrigaagii dhanna khasaaruu ku jiraa afartaa haddii aan lagaa helin waxuun ka mida ama dhammaantood aa mid waliba qayb ka mida. Culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waqtiga casarkaa lagu dhaaranayaa, qur-aanku habeen lagu dhaaray oo maalin guud lagu dhaaray oo subax lagu dhaaray walfajri oo barqadii lagu dhaaray waduxaa baa la yidhi, oo waqtiyo badan waxaa lagu dhaartay habeenkii iyo galbihii. Tani waqtiga salaada casar oo diinta sharciga meel weyn ka jooga, qur-aanka iyo sunnaduna inuu wax weyn yahay oo sheegeen, weliba khasaarada iyo liibaanta inuu saameyn ku leeyahay oo la xiriiraan la sheegay, meel lagu dhaartay lama hayo. Midda labaad, curfiga sharciga nusuusta sharciga marka lagu noqdo alcasru haddii la itlaaqo la yidhaahdo salaad casar baa loo yaqaanaa, saa darteed walcasri salaadii casar baan ku dhaartay. Inal insaana insaanku lafii khusrin buu ku jiraa.
waxay yidhaahdeen salaada casar kitaabku iyo sunnaduba si gaara meelo badan loogu xusay, ama qur-aanku xaafiduu calaa salawaati wasalaati alwustaa waquumuu lilaahi qaanitiin, salaadihii guud ahaan markii xifdiya la yidhi wasalaati alwustaa, salaada fadliga badan baa la yidhio waa salaada casarka. Nabigeena axaadiid badan kaga sugan tahay wasalaati alwustaa inay salaada casar tahay. Mid kaloo khasaariya liibaan ahna meelo badan baa lagu sheegay, waxaa nabiga ka sugan fi sixaaxi man faatathu salaatu lcasri fakaanamaa wutira ahluhu wa maaluhu, qofkay salaad casari dhaafto nin maalkiisi iyo dadkiisiiba ay nuqsaameen oo dhaawac adag soo gaaray buu la mid yahay. Fi saxiixi waxaa kaloo ku sugan inagu calayhi isalaatu wasalaam ninkii yidhaahda man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu, camalkiisii waa buray. Waxaa kaloo nabiga fi saxiixi kaga sugan inuu ummadan iyo ummadihii hore ku matalay inay nimankii yuhuud lamid ahaayeen qof shaqo loo diray, abaal weynna loo ballanqaaday, oo markii uu wadee duhuradii soo gaaray war naga daaya yidhi annaga wax ayagana siiya intaa ka badan ma wadi karne, haddana qoladii shaqadii intii dhimanayd qolo kale la siiyey, oo ilaa casarkii markay wadeen intay iska dhaqaaqeen ay dhaheen annaga wax ayagana siiya ma dhammayn karno oo nasaaradii ah, qolana casarka kadib ka bilaabeen oo intay dhammaystireen ilaa maqribkii abaalkii qaateen oo ummaddan muslimka, taana fi saxaaxiba nabiga kaga suganta sallallahu calayhi wasalam. Waxay yidhaahdeen aayadda qur-aanka iyo axaadiistaas iyo casar oo nusuusta sharcigu salaada casar u taqaan marka la ysku daraay waxay u bannaanaysaa waqtigu walcasri salaada casar inuu yahay. Haddii aniga miduun doora laydhihi lahaa midkaa nusuusta u markhaati kacayso ee salaada casar iyo waqtigaa qiimaha gaarka ah loo sheegay, salaadii laga tegayna maal iyo ahal la nuqsaamay, camalkiina burayo, ajirkii badnaana dhammaystirkeeda lagu qaadanayo, waxaan isdhihi lahaa marag nusuus sharcigana waa haystaa, munaasabadii khasaare iyo liibaanna xiriir badan buu la leeyahay oo nusuusta nabiga marka la eego sallallahu calayhi wasalam. Walcasri baan ku dhaartay ina alinsaana aadamuhu lafii khusrin khasaar uu ku jira, aadamuhu wuu khasaaray ama khasaaruu mudanayaa aakharadiisii wuu waayayaa. Marka laga reebo afar tilmaamood in la helo, marka waxay yidhaahdeen aayadu waxay tilmaantay saxaabadu isugu akrinayeen imaamu shaaficina u lahaa way kaafin lahayd ummaddu, waa afartaa arrimood. Afartaa arrimood hadba kamaalka intaad ka gaarteed wax weyn ka gaarto ayaad ka gaaraysaa darajo weyn liibaanta. Arrinka ugu horeeyay waa xaqi inaad garato oo aad rumayso rumayso ila aladiina aamanuu waay, qofaan iimaan lahayn dee camalka kaloo dhan kama ansaxo, salaadu kama ansaxdo, soonku kama ansaxo. Waxaa kale laba masalaa gaar ahaan salaada marka la yidhaahdo hadda masalaa taagan oo maalmahan aada laysu weydiinaya, heben hore miyay ahayd masaalin saddexaad bay ahayd, jaamica mooskaa lagu afuray, madaxweynihii waddankan oon ognahay muslim ahayn baa qamiis iyo koofiyad loo xiray, salaaduu safka dhinaca ka galay isagoo rukuucayad intaa kiliibka aan arkay rukuuc ma dhaafsiisanayn sujuudna ma ku daray mooyi. Waxay fuqahadeennu ka hadlaan bilmunaasaba suuradda usoo noqon doonaaye maadaama hadda taagan tahay, haddana masale la xiriirtaan halkan maraynahay iimaanku ashahaadada la garay qofkii qira, qofkii isagoo tukanaya gaal hadduu tukado salaadu ma ka ansixi mise ka ansixi mayso. Cinda aljamhuuri islaamnimadiisaaba la xukumay wuu islaamay, markaa kadib hadduu qaadan waayey xukmu riduu qaadan waa cinda jamhuuri ahli lcilm ilaa shaaficiya. Shaaficiyadu waxay ahayd ma asaxayso muslimna kuma noqonayo, laakiin intaa waa goorma haddii isagu ataxiyaadkii ashhadu an laa ilaaha ila allah leh aan la maqal waayo, haddii laga maqlo salaad gudaheed iyo banaankeedba qofkii ashahaataay muslim baa loo xukumaa. Salaadii ma buuna aqriyin
قال بوها تبو صلاة لا تكذي عند جمهور أهل العلم حكم بإسلامه وجمهورته هي قول للشافعي قول كما معتمد عند أصحابنا الشافعية مسلم هي لا حكم ما ينصحنا ميس لكن يقول الشافعية قاتا أما جمهورته قال هي قاتا لكن مسألة كلا أنكو دارو مصلحة راجحة هذه جرت أما الدين تهبرته أما مسلم قال كسيو تكن يان أما مرتبة ها هذا ميل كرو لجي هلا وايو قال كمساجد كوسو قري كرا وردقي كرا ولا دتشن كرا صلاة دي سي هذا كو قوة كورا وكو تكن كرا تي سي سي دين تي ساي نصارى النجران ما كان نبي كان بدينا وقوي ما دين مساجد كو دتشي مسلم تكن يانا وي أركيين خاضينا ويكون تكريين كدبنا معنى إسلامين هشيس يجزي على الله قالي سيدي بيكون لابتين نصارى نجران وفدي بودي هذا لكن نوال بنتو اسكاها الله كحسكا سوقرا نور حرف اما عذي يرصاد دوبه باو مدى اللوريرين ايا ماشي وحي النقطي بريه بلشدو مالو قفل بوحو الربي ساقشيه waxa kale dhanna waa laga fiirsada laakiin diintu markay tahay niyad waa darawal wuxuu rabo ku dara ma banaana way banaan tahay niyad wuxuu rabo fatwada hadii gaal kristana message la dejiyo oo diintiisi uu ku tirkado marka dan iyo maslaxa laga leeyahay diinaha waa banaanta nabigu waa sameeyay sallallahu alayhi wasallam marka dad message ka uga roonaanaysatii nabigu sameeyay dad uga roonaanaysa adigu ama nabigu ktiisa khaldanaydo saajiga xurmadiisa yaa la ilaalinayaa war war kala waay war muslim ma laakiin waxa loo dejiyay farinay arkaan muslimkuna soo u tukanayo la allah qalbigood ilaa hanun inuu gariyo martina way ahaayeen oo dadka kale iyo haweenka iyo makasta iyo inay salaadooda iyo waxooda ku dhaxfadiyaan waa laga karantiilay waa laga ilaalinayay marka dhagax laba shimbirood lagu wada diray ahaayeen halkaan lagu marti gariyay dadkana waa laga ilaalinayaa inay wax ku sii dhaxdaayaan iyagana saameyn lagu yeesho wacdiga iyo salaada iyo cibaadada ka socota baaraj laga qabay marka mid oo horeysa marka xaqi inaad rumaysa way iimaankaas uu ka bilowdaa wax walba iimaankuna waa darajaad oo midna waa aasaaskii rumaynta kadibna waa ziyaadaayo hadba intuu ziyaado qofka khayrkiisu bataa talabaadna waa iimaankii inaad ku dhaqantoon af keliya uusan noqonin wacamilu saalixaati camal wanaagsanna la yimaada iimaanka iyo camalka saalixoo la ysku lamaaneeyana qur-aanku aad bay ugu fara badanta ilaa aimatu salafku ay yidhaahdeen qur-aanka kuma jirto meel janno lagu gelaya iimaan keligii oon camal saalixa wadanin markaasay qaarkood dhowr iyo siddeetan aayadood bay kor baqara intay ka soo bilaabeen bay aayaddan ku dhammeeyeen ku gabagabeeyeen haddaad rabto aayadka tafaasiishooda iyo faahfaahintooda ashariica lilaajuri iyo alibanatulkubra alibni bata labadaa kitaabee ay caqiidada ka qoreen iimaalkii camalka saalixa inta aayad ee qur-aan ahe isku xirtay janno in lagu galo oo lagu liibaano iyagaa kuu tirinayaa kuu taxaya dabcan sheekh yaardaygii bay ahaayeen ibn bata waa ardaygii ajuri ajuri sheekhiisa shariica qoray intuu sheegay ka badan buu ibnu batana kitaabkiisa ku sheegay aadihii uusan sheegin kumayna daynin ee wixii axaadiid ku soo aroorayna in badaan bay ku dareen marka iimaanka iyo camalka saalixu labadaasi ma kala maarmaan labadaasi ma kala maarmaan arrinta saddexaad ee lagaa rabo labadaa marka la ysku daro hal bay isku yihiin laba kaloo hal isku abaadhiman qofka bini aadamkii marna waa isaga naftiisa salaaxeedii iyo kamaalkeedii iyo wanaageeda marna waa waxtarkiisii iyo ummaddii wanaajintoodii iyo waxtarkooda waay markaad adigu iimaan iyo camal saalixa la timid liibaantaadii iyo badbaadadaadu intaa keliya maaha watawaasow isu dardaarmay bilxaqi xaqii bay isu dardaarmeenoo barasho iyo rumayn iyo ku dhaqan bay isu dardaarmeen xaqiise iyagu u rumeeyeen uguna dhaqmeen bay isu dardaarmeen waa diintii oo la fidinayo xaqii oo dadka loo sheegayo
ونجي ضدك لا فرايو وانه امر بالمعروف وانه عن المنكر واي ونجنا فر حمانا كربتي واي ونجي ولا يسفرايو حقا لا يسدر دار ما لبد سو غليساي ونجي ان لا راعو لا رميو لا دقمو حمينا لا اسكدايو لا فوغادو ددكنا لوغ ديغو صادرتت بدبادي قرب صدحات باكوسو بيري ادو يناد بدبادو ان ادتك وناغا او شيكتا كوباي كامي باي كاميدا قوله تعالى الهي مركو يري يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم نفتي ما واجب ان كي لازمه انكو هذا هانونتان قفكي دبا وحماي وحماي ديالي مايو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وأكيد وحنكبق يا آيات سخرة إن لوفا سر ولوفا هم والله هذا أنا وانس كعبادة سنة وان رومان دتك كلنا وحبيك ما قرين وحير يسد عصماها نفت هذا واجب كيرا وحاكم ذا إن عدتك خير كوشكت هذا القادم ويان يجي شرته صاد صلاة دوت كان يسي واجب كوجوت هاي بيدعوة يا خير كشيء لستيسة يا جارسين تحقق دتك واجب كوجوته ولذلك في سورة العرافنا صدح قول الرب بن إسرائيل مكة وقيب سمين قول الدم بقي السمي قول كرّي يا قول عمصوب بحانا قال يري قول ذي وحن سمي ولا هلاقي كوي كرّي بينا ولا بدبادي كوي كالي لمشي يقن بالي كو بدبادين كلي وحالة شغلية بدبادين كوي كرّي بي سورة العراف صمعين markay qoladii sabtida banaysteen qala waxay u timayteen waxay iska daaya qolay liba taayiduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin bayisin bima kanu yafsiqun kuwi kale xagee ku dambeeyeen mooy dambi bay galeen markay ka amuseen خيرك الله يسفره مؤمنين محات المانتو ذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صلى الله عليه وسلم تنوي وتواسوا بالحق حق ذاتك جارسيي لنا وحين نقدين ذاتك بي أنفعيان دينتي بي في دينيان دعوتي بي جارسينيان حقي بيقو يريان لنعنى ومن كمال نفسهم يواجب كودي بيقو ذنيان لنعنى ضدكي بي أنفعيان وخيركي يواناقي بي أهرسيديان والنهي عن المنكر نوالمت في سورة الأنفال إلا بيئذنا كل شيء في سورة الأنفال وحيري واتقوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إيمانك أجيب ذي ويتيه رئيدكم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص إسكيل علي فتنة يا عقاب أن كل عين كريه دتك الدنب يا سمي يا كريه كل عيكو يكريه بواي إن يكوا كل عيقنا وحال لو سيعدي في سورة المائدة ربنا إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذنب بيسميان ويحقد بين كو وعقيب كمذا وحكمت كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ذنب بيسميان يعني اسكمر ريبي تشيرين قيب لبعض بحكمت لبيس ما كانوا يفعلون صادرت الحبه هذا الدمك ودتك كريم ودم بيعت سمايزي هدي هذا وده صادرت الوحال ينيري وتواسوا بالحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انت كذب ان اضف ما يسو مشاق الى هذا عملك صالحة ان اضف ما يسو دداشوت صونتوت تكتوت خيرك ويارتنا نبي عليس بلان بيل هذا إن هذا المد يوقار كعاية يوقار كرادة قال لما يوقار نبكو قيسانية
أنو حقاً جارسين تراهذنا تبرم بعض مصالحه كهري من وحينا ثبينا مقاشين يقوى مسلم لبرم بيلاده لبرم وكاسو جاري هديا تراهذو إلهي بان رومين وأنو عبادة عن سمين وحقا نقول يرينا حقا من الله بان لقاب الدينين إلى لغو امتحانه مر امتحان حنون بلغو امتحاني مر فقر بلغو امتحاني مر عدو بلغو امتحاني ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون انت أصو امتحاني أتكيسي ويربطا وتواسو يسودر دارمي بالصبر إن لغو الصبر عباداتك يطاع هذا مشاقه هذا إن لغو الصبر مشاقه الدعوة هي خيرك في دين تيسية منكرك للريبة إليه وحدثك كاغي من يالله دول قاتو إن مصائبك يا امتحانك يا ابتلاها لغو الصبر إن عملك صالح عملك التمين إيسا منكرك كالتقيتان كيسية شهوات النفس يقال لغا الصبر وتواسو يسودر دارما بالصبر صبرنا يسودر دارما إن تاس إن لغاها له بأن لغول ليبانا إن تابا هدي لغا ويود إبر كان نقطو إيمان لآن عمل صالح لآن خير ويريد لآن هاد بقدر كي آد ويدو با خسارها قلنية خسارها إيا ليبانتو واح بقول بقول ماها أما بقول بقول أما بقول بقول ماها صح ميولي بحد وكبل لوضو ليه وحوصيس لكن انت كلواب بتانوان يرادان هذا ديمان هي عمل صالح التي ما دو وذن حقين ددك قارسين صبر كادين يالانين نوع خسارة قيب باكو سو قاري قيب ليبانا نواد هلي صادر تدبع طاعة يا معصية قفكو يسوكو تمادا شعب الإيمان عماشي إيمان كين يعمال الكفر يسوكو تمادا إن الذنوب كسمين يا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر السيئا بعد نقن هاد بسيئ أفرطا لوكال حقيشين بدن يهي باخرا لوكال درجة سرين لوكال إيمان فعلان ليبان تأيبت بادتنا لوكال دوان ذاتك آن وحبت لمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون النقن يعني كوا صلاه هنا قد يقو بما يسترى ساسا سورة داني أيو قيمة بناتي ساسو شافعي وجيري هدان انتا قادنو وإيمانك لن يمادنو وان عمل صالح لن يمادنو وان أمر بالمعروف ونهى المنكر سامينو وان صبر كسيري لين يقرر وصبر ناهي وانو في الله الله يدوي صحابة ومركة يسكو عقرية يانا براكيس معها أفرتان الله يسحسوسين إياه labadan inay sarki doonaan wali sumahayaan waxa la isu dardaarmaya iimaan waxa la isu dardaarmaya amal saalih waxa la isu dardaarmaya khayrka in la fidiyo xumahan la dagaalamo oo laga hortago waxa la isu dardaarmaya sabir iyo dulqaad mar walba in la ogaado aayadan marka saxaabada isku aqriyeysay barakeysi ma ahayn macnaha ay xambaarsan tahay is xasuusin iyo isku baraarujin iya zaad iya sahay wa'adhi lakala qaadana iya ihaid saad dartad baysu aqri jirin inta anay kalatayin dardaranada nao aso kalo farabadan wa middi un saladaha iya wana galaysu dardarma iya quran ka kubandayid ya bunayya aqimi salata wa amru bil ma'rufi wa anha anil munkari wa asbir ala ma asabak inna dhalika min azmi l'umur halka mahaku ya Allah ya bunayya aqimi salata وعملك صالحا وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وتواصوا بالحق واصبر على ما أصابك صبر وصبرك وتواصوا بالصبر إن ذلك من عزم الأمور أرمى هو وين هذا ركبك متى لكن هذه ليسوا دردارم واي انت وانا قاسي وما دو خير سما دردارم وانا قينا لما السمعين واي انت وصورة العصر سدح هذه آيات وحكو حيث سورة الهمزة سورة هذه اللي شيكيه ليبان تو أفرت عيني كشرت خساره هو كشرة خير كنا لقت تجا إيمانك حومهنا لقى شقيه وهذا سورة وحيو تاجن تيت المامز سورة الهمزة
سورة الهمزة سيده كالي وسورة مكية عند جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم قاركون وحيسو قوريين اتفاقنا خلاف كتشر سيد ابن عطية الأندلسي ابن الجوزي في زاد المسير يا الشوكاني في فتح القدير لكن علماء قاربا سو قوريا كلا خلاف وهم مجاهدية قتادية مقاتل إن إليه سورة دني ومدنية لكن سيدة هراء لو بدأية سورة دني وحاكوه الرئيسي سورة دقيتان كسورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة وحانا كدن بيسو يدا كحكتي والمرسلات عرفا وقيل والعاديات ضبحا ما كدن بيسي وحالو بدأية والمرسلات عرفا لكن علماء قارب على ماي والعاديات ضبحا ما كدن بيسي ما هذا أمبشور سن سورة الهمزة ويل لكل همزة أرجع همزة هين لسوق هذا يضع أنا مصاحفتي كتب التفسير كأكثر قولية غير كود بكوية له كتب تقار كود سيد إمام البخاري في صحيحه يالف شارحة وحان له بخاري الكرماني في شرح البخاري يالف فيروز أبادي في تفسيره تمييز ذوي بصائر ذوي التمييز بصائر ذوي التمييز تفسير كيسيها يقوى حيليه سورة الحطمة وما أدراك ما الحطمة دي كتشير تيبه يقوم مقعابيان يعني. إمام البخاري رجل مدي شراح دي سنة سورة ويل لكل هما زهب إليه ما رأى قاركون ده سورة ويل لكل وعلار كيسا هذه سورة ويل لكل اللي يرادو يا ويل لكل هما زل يرادو يا سورة الهما زل يرادنا وأون آيات دهورا لقصة قاتي هذه سورة الحطمة اللي يرادنا آيات ده دنبع لقصة قاتي اللفظ على وشغي فاللي قاروا الصحرين ما لها سبب قاره والصحي وصو أرورين مجران أسباب دور على شيغاية ضد بضن قروا حي رهدان وحي كسو دكتن اللي هذا العاصم نعاصم نوائل السهم من اللي ديه شري وعيب النابي كسو دكتي قروا حي له وليد من المغيرة كسو دكتي قرا أخنا سبن الشريق من اللي ديه شري كسو دكتي ضد النبي يا صحابة اللي بي شرو عاي شرو دعايدين شري بي كوضا مدى هايان لكن سنة سوغن ومذهب البيسورة كسو دكتيه ما شرو لكن رقاسي ويكوضا سنعين أما مية ابن خلف ده أما أبي ابن خلف ده أما أبو جهل ده أما انت كلا الله صور شيغي ده ويكوضا سنعين عيدة يدعاية ده يوحكا شيغي يحنت مركز صورة داني وحيكا ليس حنت إيا وحكا شيغة دادك حنت إيا وحكا شيغة إيا عيد يدعاية ده مدى موقتية مدى قرصومبا صورة دو حي عممتي مدى قف كهرتي سا لغيرا يا مدى نبر كيس سوا مقان لغيرا مدى افكا لغيرا يا مدى ادي مدى مال كمدى لغم مدى عريا لغو اشاره هذا ما يحكو تلمانتو هذا ال كتل مانتو هذا العرب كتل مانتو هذا القعان كتل مانتو هذا اللو كتل مانتو هذا المال كلا كتل مانتو وحكا استوى قفكا وحكا شيء جيسا قفك عيديسا أما عيب قارة كشيغية أما تلمامة يقف حن أولي تئنوية هاي والله يسا يولا ليدي وأما أف لغير هذا أما أدن لغشيغو أما قول نقضة أما قرال نقضة وحاصو بن با آياد لغوضة هضايا ويل عذاب هذا يا لكل همزة لمزة قف كستو حم بدنا اي اي بدنا وسنات كدب علماء سو قبتن قرا وحي ان هما ذاتين هرتيسا كعايو كحانتا لما ذاتين دبركيسا كعايو مركو مقن يحي عايو دعايده يحانت قرا وحي ان مي هما ذاتين ومركو مقن يحي لما ذاتين ومركو هرتيو قرا وحي ان مي لهما ذاتين وافكا لما ذاتين وادمد يا غعمها يا مدح يا ملكه المعمى erayada saad ugu kala fasiri mid walba waa loo isticmaali karaaye midkii la yiraahdaba culimo tiri baa jirta laakiin waxaa la isku raacsan yahay isku ururiyo xan iyo cay iyo dacaayad iyo wax ka sheeg waay erayadoo dhani
الذي متكاسو جمع ورور صدي وكل مية مالا حولو جمع مالا كل مية أو وعدده تريو مالن كستا جعيل كو أقابو مر والبكوع العلي حسابته كل بحسابته دجين ساعات كتي من حسابته دجين ساعات كدي بنقية دي وراقه دي ويسوفيرين مالي والبنت أسو جار بكون نقن نقن وشلين تو كقري جعيل كيبا كبتاي على دي شري من بل قدومية دقمك أها وانكي ومدحينها أجمت وهاد لي وهاد لي وهاد لي وهاد لي مركي دنبه وحو الشيغة ينا واكو العلس السجي باس لي يعوي مرك وحرو الشيغة ينا دنبه عن نحر لهين يقول بنتو صوقع انتي هورو وحكو دوهده مكاسو مركي دنبه سلي يعوي أبي هبل محبت هذا اللي يقعد عندنا يسمى هنا هذا الكيف الرئيب الكيف هو هاي تعيل كهو بيسوع العليب هذا لك ميكان حسابته وهو حرمت هاي تعيل كي حولة بس عاد مركو تشوغب وحبو حسابي ووترين مرة بدا نواد ركتين اما كوكولاتر بو هايستا اما تلفون بو هايستا وماشا اما كاو فديان وحبو مركو تشوغب وحبو اسكو درداري وحربو فدي وحبو اسكو درداري قاركود انتي وسكو درداري مركي وسكو درداري وحبي ملكو تشوحي دعمل حساب تكاخل داريت بحولي تعايل كودي جماعة مالا بو كل ميو وعدده واتر تريي يحسبه حول مالين ان ماله حولي ساسي اخلده افكين يكو عارين ايام بو مالين وسن دمالي نمبا اما قيامة بچيرين بو مالين وليه وسن دمالي نمبا موديا هذا الكيلة سمع عيداني لبعا لبعا قيبود ويا عيداني قيب وحي كهل لين حانت حانت عيدا سيدنا وغا هذا الشيء إيا حولها اسكو حركو داي سورة القلم بامر سيدنا وكالة الويري فلا تطع كل حلا في مهين همازن حم بدن وعي بدن مشاين بنامين ميم اسكو دردر بدن تلك ساعة قد حيو استاقين ورو كالقادة مشائم بنميم مناع للخير خيرك بحنتي سهور استعوى وحبهن معتد أثيم حد قدبوه دنب بضن عتل بعد ذلك زنيم هذا نوع له وعلى كل شيء وهو حاصل نصمين أن كان ذا مال وبنين حولي يعرر بضن بهيستا بهذا كان عن سورة العلق كسو مرني إن الإنسان لا يطغى الله استغنى إنه حول بدن ليه هي يسكف ليه دوار كواب كبرابة من سيدة او كبرية اسلو وين ويو تذكر نم وضع عاية يو وضع يسا يو اللي دي تذكر نم بوح وضع اللي تي ليهين واسكلا سرية تذكاهم بكدة بشاقية وحكا شيء قوضة تلمان تاسيني تلمان تقالة تهي بان سورة المطففين كسو مرني إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون ويسول تريان ويستابتان كوي حما ويدي ويوذت المامان مركلة لبعا يدو في سورة التوبة أنا وعلو شغي الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وكو دعايه يلمزون الدعايه عايه ضدك مؤمنين تهي صدقه كو عايان كي واحد بلن بحيانا هل واركو ليه بيدادان كو واحد يرى واحد يودو ذكران كودا سو كيرينا واحد الهي محو ربا هيا بحسك اللي قولي يا بيدادان كي واحد يرى بحيانا كما بدبادو كي واحد بلن بحيانا كما بدبادو وايو مؤمنين بيساة كو سمين ايان كوانا النبي قيبا كو دعايه ايان ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها ذاهم يسخطون إلي حوله يتعايل كذا هذه الله سيانا وفرح سيوني في عمبات حتى وحسين وإن نحن نعسات وكو عاية كواسي هين فعلا كو نبي قجري تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميرة إن اعطي رضي وإن لم يعط سخط هذه الله سيانا وفرح سيوني في عن باتاي هذه الله سيوانا عايا ننحن باتا
kuwa dirhamka iyo diinaarka caabuda iyagaa meeshay maraan baa diin iyo mabda u ah. Saas darteed bay qiimeynayaan markay xoolihii helaanna dadka kaloo dhan way xaqirayaan, ummadda kaloo dhan waa liidayaan, ummadda kaloo dhan waa caayayaan, waa dacaydeynayaan, qashin iyo cayayaan bay agtooda ka yihiin. Marka dadkao dhan markay liidaan oo igu faanayaanna waynu soo marnay. Alaa kumu takaaturu, bay isu bedeliyo inuu ka fiican yahay buu haystaa. Markaasoo xoolaha dib xoolaha ururiyey jamaca maalan wacadadahuna suuratu lmacaarij baa dadka xun tilmaantooda mar kale lagu daray, wa jamaca fa awca, waa ururiyey xoolihii oo meel buu ku xayirtay. Sadaqo kama bixiyo, miskiin ma taakuleeyo, raxim kama xidhiidhiyo, danta guud kuma bixiyo, xoolihii waa ururinayaayo bahalkii bukhligiiyo bakhaylnimadii iyo xoola jacaylkii baa ka batay waay. Ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay xooluhu markay halkaa kula gaaraan inaad khalqiga xaqirto, qiyaamana diideen ay gaarayso. Fi suurati lkahfina wamaa adunnu saacata qaa'imatan maa adunna an tamiida haadihi abadan, dheh xoolahan inay weligoodba dhammaan u malayn maayaan. Wayaxsabu anna maalahu akhladahu, waay inuu waarinayo oo kuwa waarayo u malaynayaa. Maa adunnu an tabiida haadihi abadan, xoolahan weligood inay dhammaan maba filayo. Wamaa adunnu saacata qaa'ima, qiyaama inay jirtana u malayn maayo. Fi suurati fusilana sidoo kale ahayd, midna walaa in rudidtu ilaa rabbi, midna walaa in rujictu ilaa rabbi, soo kuma kala duwanayn. Tanna wamaa adunnu saacata qaa'imatan waxay ahayd walain adaqna linsaana raxmat may ilaahi yuraddu labaayo markii lasoo dhaafa suuratu fusilad ahayd. Labadaaba waxay tilmaamayaan xoolihii intuu ka dhargay oo kibray wanagata qiyaamana ma jirtay halkaasi gaarsiisay. Qiyaamo baynayna jirin, bay gaarsiisay nimankaas. Ilaahi subxaanahu wa tacaala marka wuxuu yidhi kalla, waxba yeenaa dadka xaman oo wax ka sheegin oonan xaqirin, waxba yeenan xoolahaana moodin inay ku waarayaan oy meel gaarsiinayaan. La yunbadanna aakhara, waxaa lagu tuuri doonaa fil xutamati, naar lafaha burburiso shiidaa lagu tuuri doonaa. Wama adraaka, maxaad ka ogtahay mal xutamatu, midda lafa shiidee burburisa waxay tahay. Naarullahi, ilaahay naartiisa wey. Almuqadatu, la huriyey. Allatii, taasoo tatalicu u dhacaysa. Cala lafidati, qalbiga iyo baatinka xataa u dhacayso. Korka keliya aan ka gubaynine, tan iyo uurka iyo laabta iyo calooshaba gubaysa. Taa dacaayaddee cadaabkaa lagu mudanayo dhaqan muslim inaynan ahayn, muslimkana aan laga doonaynin. Kitaabka iyo sunnadaba waa laynoogu sheegay, yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakuunuu khayran minhu. Qof qowm yeena dadda ku jeesjeesin, yaanay liidin, yaanay wax ka sheegin. Xanta markay timaadana, walaa yaqtab bacdukum bacdan ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan, baa layidhi. Wax ka sheega iyo duriddi iyo liidid oo dhanna xadiidkii ibnu mascuud iyo imaamu axmed iyo tirmidiya warinayaane saxiixaa, laysa almuminu bitacaani wala lacaani wala alfaaxish albadi, muminku qofka durista badan ee lacnada badan ee afka xun ee dacayda badan maaha. Aan isweydiinna innaga soomaali haddaan nahay, tilmaantaa labadaa tilmaamood keenna shucuubtu way kala xan iyo cay badan yihiin. Ingiriiska waxaa laga sheegaa waagii dagaalkii Jarmalkii ay ishayeen, maxamiyaadkii Ingiriisku haysan jiray dee wadamadan yaryarka ee Yurub oo dhan isagaa haysan jiray, qaybaa laga qabsaday. Maalinkii dambaa la yiri baa ree ninkii Jarmal ahaa waddankii Holland la dhihi jiray ee Netherland buu qabsaday. Qoradii Victoria waxay tiri baa layidhi, maxaa yaalloo meesha ugu tegi, xan iyo xaar ay baa yaallay tiri. Xan iyo xaaray waxaa la yidhahdaa Holandeyska Yurub ugu xan badan. Innagana Afrikaanka inaan kow qaadi lahayn baan u malaynayaa. Afrika ayaa ugu xan badan haddii la yidhaahdo inay Soomaalidu kow qaadi lahayd. Shucuubta shacab aynaan magac gaaroon ku xamanna u bixinin miyaa jira? Kasoo tag dadka kale. Soomaalidu waxay subaxi waxaa la yidhi waxay gelin kora kugu aragto, bay galabkii kugu cayda.
قف كستو إنك مدى نانيستي سوى ماشا وعيبت كليه هبل وإلي وسني ودغي وفولو ومدحي وقعمي ولبي ودبري وعليلي ودغري توت الماما ضدك أين هم قاعد الرقف البواعيب تلو عاي وولد عاي أنت صمود هذا بحنه سنت هذا بحنه ما قفك ماشى أولئي هاي بقى مقع لغد عايدة هل محل لغد جاية وهل كل اللي هي نقص يعيبها كجترت ممكن أن مجتمع حن يعي يدعي بدنا والله يا آيات كقيم إن أنك قال وعد ركتان مركا إن جا جذبنا شعوب تكلوتن إن أن حملنا ربنا إن قرنا إن هو براروهين نوار ربنا أفريقيا محارو بحنا ما يبغى بارو بحنا عربتنا السودان محارو بحزن عن شح بعدين كوا عربت الشوينا كوا بيا معاني وبحيان كوا الرياف قلعوا وبحيان كوا رجال وين وبحيان كوا عيال كحرت حركي ترى هاي جيل اللي قدر بريشري وكلاته رجال وين وبحيان كوا قيل وين هذا انصامه كوا بود جاب هذا انصامه كوا ندير باتر هذين خلقيات بدبالني بالصومالي يي بدبالي سوه مزت المزه وما وراه marka inagana inta ceebta ay saga maga dhigno umadiina magac lagu xantay wada bixino dilay salma mira bi taani wala laani wala fahish albadi waxas ilmaheena aan ku barbaarinay la iska daayo inaguna aan iska dayno dadkana intooda magac fiican aan ugu yeerna inta xun aan magac uga dhigeyno ay ku deena khayr allah idin siiya qaarna waxay ku faanaan magacyada xun magacyada xun la isu bixiyo بابا فاني يا أمانة ماشان مقع حن منك اللهين وابلا إيو وحن سكوا أمانة هي ولو أبلا بلا أمان نقطية ولا أغل نقطة حقتكو حركتين إيو ولو الدوفار مكاسة تاني أبي اللي قالي الدوفار دوفار دلي وي على دي أي أي دلي وي ورادو أي أي دلي أمانة اللي سوي يريو إنه هبلي إنه هبلي إنه هبلي وهما زاتين لمزه دقن كي مسلم كان معها وهي مسلم كان لغا ربينا معها وهي اللي نغا دونينا معها صدرت وان ان جيل كي ددك سو سوليه اوبد كان كبدلا هما زاتين لمزه ميرن النقطان كلا لين بدنا وحا لو توري في الحطبات النار لا فبربريسه وما ادراك ما حد كوكت ما الحطبات لا فبربريسه وحي تا كولل كاديو دبكاد وحي ما حد كوكت نار الله ونار الهي الموقدة له ريي التي تاسو تطلع ودعيس ودعيس على لفدة قلوب ودعيس إن قلوب باطن ودعيسنا يضو النار الله سوراب يسر به ما في بطونهم والجلود على شو واحد كتشرو شيل يا يود على علينا يا يهرج الله بدر إنها النار تاس عليهم كركودة مؤسدة من لغود دبالي وهي في عمد تيرر بين كل حشرة ناره ممددة تاكتاغن في عمد تيرر بالغدة بوري ممددة تاكتاغن والباب هذا لغو حري هذا ما حينو كسو مري شرح هذا مكان سورة يلاقص بسورة البلد سو مريني وأصحاب المشأمة كو بيها لغسية إنها عليهم مؤسدة والغدة بوري ياليري وحان الله مذا إنه نرى آيات سورة الفرقان وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا ماشى عريلي قال لشيغا يواتير كان أحوال اللي قرينا يو مكارد نارتنا اللي قسي دبولا يا قيقا يذن عصب وسوسي بحاده إلهي نقبت بعدي لكن وحي اللي قري لها النارتاس هو مزد يلو مزد واي هدين نانتا وحكب بدين خطر بينو قجر حالكاس إنا إنو قال له انتاسنا واسورة اللي يرى هذا سورة الهمزة وعيك سورة الفيل سورة الفيل يدنا واشن آيات وسورة مكية بالإجماع يد خلاف كما تاغنا انت روح أي ماذا لأنه انت سو قورين شرتي وسو قورين مسألة مسألة إجماعي نيت سورة الفيل
waxay u dhaxaysay suuratul kaafiruun iyo suuratul falaq bay u dhaxaysay. Qul yaa ayyuhal kaafiruun iyo halay suuratul calaq bay u dhaxaysay. Magaceedu suuratul fiil baa u caansan, masaaxiftana ku yaalla. Suuratu alam tarana waa la yiraahdaa, suuratu alam tara kayfana waa la yiraahdaa, laakiin suuratul fiil baa masaaxifta iyo kutubu tafsiirka oo dhan ku qoran. Suuratu alam tarana waa tasmiyada imaamu al-Bukhari fii saxiixihi iyo sharaxdiisii iyo rag kaloo aimada bacdu salaf ka mida waaye. Suuratu alam tara kayfana waxaa loo tiiriyaa abu cubaydata macmar ibni almuthanna kitaabkiisa majaazu lquraan inuu magacaa ku sheegay. Suuraddani fadli gaar oo asaxayna ma laha, sabab gaar ay ku soo degtay oo suganna ma laha. Qiso taariikh oo ka horreysay bay ka sheekeynaysaa. Qisada asxaabul fiil de waa qisada siyarka, halkan mawduceedii faahfaahinta maaha. Ka qiso iyo jumla ahaan way sugan tahay, khabarkeeduna mutawaatir weeye, laakiin tafaasiisha iyo faahfaahinteedu badankeed akhbaar tafaasiil ahoo sugan oo marfuucaa ma laha, laakiin way sugan tahay. Inta ugu muhiimsani waa suganta oo axaadiithan qaar ku arki doonaa sharaxa aayaadkan ugu tegi doona. Qisada waxay ahayd maka dee beytkii ilaahay ee u horreeya dhulkan cibaado ilaahay loo sameeyuu ahaa, ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata. Beytka xaramkan ilaahay uu ka dhigay calaa lisaani ibraahim buu ahaa, inii askantu min dhuriyatii biwaadin gayri dii zarcin cinda beytika almuxaram. Intii ka dambaysayna ducadiisii baa ilaahay u aqbalo oo qaybo ka mida suuratu quraysh baynu ku arki doonaa iyo suuraddan ka dambaysa. Kadib intii ka dambaysay ilaahay in quluubta dadka la weyneeyo baa ilaahay quluubta dadka ugu beeray oo dhaxasiiyey. Carabtu waa weyneyn jirtay. Dhacdadan intii ka dambaysayna aad buu maqaam iyo darajo u sii yeeshay. Imbaraatooriyaa dowlado waaweyn baa jiray oo dunida isku haystay. Xilligaasi saddex bay ahaayeen: dowladdii Roomaanka iyo dowladdii Faariska iyo dowladdii Xabashida. Saddexdaasay isku haysatay dunida, kolba qolaa taxaalufi jirtay oo isbahaysi ahaan jirtay. Dowladda Roomaanku Kristan bay ahayd, intii horey midka ahaayeenna meel la yidhaahda Busra oo Shaam ku taalla ka hor Biizanta magaalada la yidhaahda caasimad ahayd. Biizanta magaalada la dhihi jiray markii magaca laga bedelay Qustantin baa loo bixiyey. Markii magaca laga bedelay ee xigayna Istanbul baa loo bixiyey. Magaalada Istanbul ee Turkiya asalkeedii Biizanta la dhihi jiray, kadibna Qustantin baa la dhihi jiray oo boqorkii Roomaanka ahaa ee Kristan noqday ee u horreeyay oo Qustantin la dhihi jiray magaciisa loo bixiyey. Muslimiintu markay qabsadeen, markay kala jabeen, Kristanku laba noqdeen, ka bari iyo ka galbeed. Kaniisaddii galbeedka bay saldhigu ahayd, marna uga soo guurtay Busra magaaladii Shaam ahayd, halka midii kale dhinaca shishiya raashiya midii ku dambaysay boqortooyadooda u guurtay ahaan jirtay. Qoladaa dowlad bay ahaayeen. Dowladdii Faarisiyiinta ee dabka caabudi jiray ee wadamadan Iiraan ilaa Afghanistan ilaa Pakistan iyo dhulkan haysan jirtay oo ilaa Ciraaq soo gaari jirtay, iyadana dowlad boqortooyo labaad bay ahayd oo Kisra la dhihi jiray Kisra, kuwan kalena Qaysar baa markii dambe la baxeen. Dowladda saddexaadna Xabasha ay ahayd. Al-Xabasha iyadaa dhulkan Yaman haysatay. Boqortooyadii Xabashida qaybo ka mid ah waxaa la yidhi xilligii xajka marka la gaaro carabtu un ma ka soo aado. War maxaa dhacay? Guri ay weyneeyaan oo beyd baa ugu yaalla. Mid kalaa Makaga ka samaynaynaa bay yidhaahdeen Yaman, kanaana ku soo wareejinaynaa qasab xaggaa loo soo wareejin xajkooda. Markuu dhammaystiray baa un qolyo carabihi ficillo qaaday oo xaar bay ku dhoobeen. Wixii allaalii wuxuu qurxiyo gudaha habeen intay habeen u dhaceen bay xaar ku dhoobeen oo ku maliiqeen bay yidhaahdeen. Markii la weydiiyo maxaa dhacayna, qolyihii baa xanaaqayo kanaad garab dhigayso beedkaagay dhabooqeen, annakaasan soo dubin buu yidhi.
saasu ku soo baxay ciidan buwatay gaadiidka ugu xoog badana maroodi buu ahaa asxaabul fiil baa loo bixiyey marka markay ku soo dhawaadeen qabaailkii ka hortageen cagtay soo mariyeen waxay soo degeen meel mina iyo musdalifa u dhaxaysa waadi muxasar la yidhaahdo waadi muxasar hadda dee gawaarin baad ku wada martaane haddaad mina degtaan waad raadin kartaan markaad jamaraadka mina ka tagtaan dhinaca musdalifiya carafa taagtaan aadaan dhinaca midigta waxaa idinka qaban silsilada dheer oo buura ah silsiladaha buurahaasay midig kaaga hayaan meel hortaada abay madaxooda ku soo yar hooban halkaas uuto ku oli jiray kala saara musdalifa iyo mina ku kala baxaan waadi muxasar baa la dhihi jiray halkaasay ciidankii xabashidii abraha iyo soo degeen kadib baa ciidan la kala diray oo reer qureysheedna kala carareen geeli iyo neefafkii baa laga soo qabqabtay deedna oo laga soo xareeyey quraysh madaxeedu nabiga awowgii cabdulmutalib buu ahaa waa isla sanadkaa sanadka nabigu dhalan doono sal alay wasalam uu soo ergeeyeyoo ninkii buu u yimid odaga ka ahaa odagii quraysh baa kuu yimid baa yidhi uu soo dhaweeyey soo wadhowl maxaad igu timid wuxuu yidhi warnigaho anigu neefafkii yaryaraa een masaakiin baan ahayn ee geel iyo xoolihii ahaa iyo dad yar naga qabsatay moo siidaa wuxuu yidi warnigaho waxaad igala hadlaysa rakhiisana beytkaagii aada weynaynaysay baanu socdaa inaan dumiyo makaas haddaa rag xaabiis yar iyo neefaf yar oo geel aad igala hadlaysaa wuxuu yidhi warnigaho intanaan leeahay intanaa taydii ah beytkaa rabbi buu leeyahay dee hadduu rab isaga kaa ceshan umagacdiga celin kartaa jirta haa bas wuli waxaaga kaxaysa orod bal idiiga celisaan arki doonaay subaxii dambe waaguu markuu baryey horintii hore ciidankii iyo maroodihii weynaa hala kiciyo la yidhi maroodihii malaa'ig baa la tusay hore waa u kici waayey gadaal haddii loo jeediyo fuq waa kacayaayo waa ordayaa hore haddii loo jeediyo waa fadhiisanayaa war maxaa ku dhacay tabar la-aad ma hayso xagganba waa ordayaa xaggan maxaa ka kortaagan kadib ilaahay shimbiruu ku soo daayey qur-aanku suu sheegaya shimbiruhu dhagxan bay wateen dhagtay ka geliyeen sidii diyaarada madaafiic ganaya baa dusha lagaga yimid hal dhumay iyo hal dhaan raacay baa laga dhigay wax dhintay iyo wax dhaawiciisii hal ninoo caraba waa abuu ruqaal la dhihi jiray baa dal aqoon iyo dal tusiya jituse u ahaa ninkaa qabrigiisiina taallaa laga dhigay waa la lacnadi jiray oo qofkii soo maraba dhagax buu ku tuuraa qabru abi ruqaal laarjumannaka kamaa rujima qabru abi ruqaal soo maa wallaahi dhagax baan kaala daalay sidii qabri abi ruqaal dhagax lagala daalay intaasoo sano ilaa nabi waqtigiisii unbao qofkii soo maraba lacnad kugu dhacday dhagax lagu tuuraa kuwii eber baa laga dhigay cashir baa la siiyey beytkana rabbi baa ilaashaday oo kuwaas ka ilaaliyey intaa wixii ka dambeeyey xaramka iyo dadkiisa carabi ma taaban jirin xaraman amina waay alam tara miyaadan ogeyn keyfa siduu facala ku sameeyey rabbuka rabbigaa ku sameeyey biasxaabil fiili qolyihii maroodiga watay ku soo dagaal galay gaadiid dagaal iyo ciidan ka soo dhigtay sida alla u galay iyo tuu ku sameeyey iyo wacdaruhu ku dhigay miyaadan arag alam yajcal miyuunan ka dhigin kaydahum dhagartoodii iyo makrigoodii fii tadliilin baadi wax lumay oo lagu kala yaacay oo eber eber ah miyuunan ka dhigin wa arsala miyuunan ku soo dirin calayhim korkooda tayran shimbir abaabiila koox koox iyo raxan raxan ah oo raacraac u socota tarmiihim ku ganaysa oo ku tuuraysa bixijaaratin dhagax min sijiilin dhooba la adkeeyey ah dhooba la adkeeyey dhagaxa la dhacaysa waa dhagaxa ilaahay marar badan wax ku ciqaabo oo fajacalahum miyuunan ka dhigin ka casfin beer iyo balkeed maakuulin la cuno xoolo lagu sii daayay beer intii mirihii laga goostay daaqsinteedii xoolo lagu sii daayay waxay cuntay waxay lugta marisay waxay jiitay wax wada yaalla oon madaxiyo lugaxaanan isku oolin eber iyo eberasoo lagama dhigin haddii beerta marka la goosto
looda lagu sii daaya gaajaysan maxaad meesha ugu timaadaa mayda aragtee da' yarteenu garan mayso eber iyo baabaa bay ka dhigtay waxay cunto waxay cagtiya raafka ku qaadato waxay ku istaagto jejebiso meel cidlo oo boor iyo ciidka kacayseen noqdeen ciidankii gaadiidka iyo hubka iyo saanada watay eber eber iyadoon qof bini aadama dhagax ku tuurin hal xaba fafalaadana meel kaga soo dhicin shimbiraha yaryarka unbaa lagu soo daayo mid waliba dhagax wadato dhagaxaasi jiilka ah waa kii qowmu luutna lagu baabiiyey waay falamaa jaa amruna jacalnaa caaliyahaa saafilaha waamtarnaa calayhaa xijaaratan min sijiilin mandud dhagaxaasi jiilkii in dhoobo looga jeedo waamtarnaa calayhim xijaaratan min sijiil maxaa looga jeedaa aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi xijaaratan min tiin dhooba ah haddaba dhoobo la adkeeyey oo dhagax laga dhigay oo iyaga loo sii diyaariyey iyo ciidankii iyo dabaadyaaradihii qaadi lahaa oo dhanyaha iyo farqee dabaalaha iyo cagaha iyo afka ku wata baa lagu soo daayey waa raxan raxan ee kolboqolaa saa u hurguftoo dhaafta kolboqolaa saa weerarka u gashoo dhaafta sidii ciidankii aayaddaa waxaa laga bartay baa la yidhi dagaalka raxan raxanta ee diyaaraduhu ay weerarka koox koox u qaadaan aayaddana laga bartay inay kolboqolo saf intay u galaan markay dhaafaan markii madaxa lasoo qaadaba raxan kala gasho intii daadatay iyo intii dhacday horta ha kala socmaane safkaa hore xogay ha dhaafo ha soo dhaqdhaqaaqaan oo madaxa ha taagaan mid cusubi intii dhaqaaqday cagta ha mariyo waxoogay kadib madaxa kii qaadayna mid cusub oo raac cusub baa daba socda wixii madaxa qaadaba waa loo imanaya waa laga raacinayaa waarsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfi maakul nabigeena waxaa kasugay sal salam min xadiidi lmusbar ibni makhrabata wamarwan bin alxakam fii saxiixi albukhaari nabigu cas markuu xudeybiya soo gaaray cumradii xudeybiya ee meel taag ahayd oo laga dhaadhacayay oo qureyshna dhinaca kale ay joogtay uu soo gaaray hashii nabigoo fadhiday baa la yidhi inay kacdo qas waa la dhihi jiray baa la kiciyin jiray way diideen ee kacdo waa la garaacay way kici weyday saxaabadu waxay dhahen khala'at alqaswa hashii qaswa ahayd way daashay nabigu wuxuu yidhi maa khala'at alqaswa wamaa kaana daaka lahaa bikhuluq ma daalin dhaqankeedana maaha walaakin xabasahaa xaabisu lfiil waxaa halkan ka hor istaagay buu yihi allihii fiil ka hor istaagay maroodiga allihii ka hor istaagay maka xaramka inuu galo baa tanna ka hor istaagay inay gasho markaas weeye marka heshiiska nabigu uu go-aansay calayhi salaam inuu la galo inuusan gelin in xagga minallaahi looga sheegayo u arkay mar kalena nabigu calayhi salaam fii saxiixi muslim walbukhaari can abi hurayrata waa kii nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam maalinkii maka la furanaya ina allaha ilaahay xabasa fiilkii iyo maroodigii uu maka ka xijaabay uu ka hor istaagay rasuulkiisuuna ku salliday oo u ogolaaday iyo mu'miniinta saacad maalina kadibna mamnuucii baa lagu soo celiyey ilaa yowmi alqiyaama cidnayeena dagaal ka samayna magaalada maka ah saasuu nabigu u dardaarmi jiray sal alay wasalam gogolxaarna waxay u ahayd makana in la weyneeyo quluubta carabta iyo dadkana ay ku weynaato oo taariikh ay gasho dunida daafaheed oo dhan saa darteed baan reer maka la taaban jirin juuqna loo dhihi karin jirin meel kasta oo ay tagaan suuratu quraysh baan iska raacinaynaa iyadu way kooban tahay suuratu quraysh iyadana cinda aljamhuuri waa suurad maka ku soo degtay nabigu markuu joogay calayhi salaatu wasalaam abulcabaas sida cayni cumdatu lqaari ku soo guurinayo iyo ibn caatiyana waa ijmaac bay leeyihiin laakiin sidaa maaha culimmada qaar ka mida daxaak iyo alkalbi iyo rag lamid ah waxaa laga soo guurinayaa inay madaniye tahay laakiin suuradda siyaaqeed iyo qaabkeedu makay u badan tahay suuraddani waxay ka dambaysay bacda suurati tiin waxayna ka horeysay suuratu lqaaricat qaarica labadaasay u dhexaysay magacyadeedu suuratu quraysh baa kutubta musxafka masaaxifta iyo tafaasiirta badankood ay u yaqaanaan iyo imaamu lbukhaarina suuratu lquraysh bay intaba ku magacaabaan suuratu liilaafi qurayshina
ركال بكلا دوان باكو مغا عابي سورة الإلافنا كلمة قار باكو مغا عابي سورة الإلاف سورة الإلاف سورة الإلاف قريش سورة قريش لكن سورة قريش بي عان كتاهي الله بدن يه سبب قارو يكسو دكتايو سوغان ماله فضل قارو يكسو دكتايو سوغان ماله لكن إيادا فضل حنبارسن وحنبقى لقوري صلى الله عليه وسلم يجري إلهي قريش وحوك غفض لريدتك كاليت الدبع الرمضوت وحوك غفض لإلهي قريش وحوك تدوضع وحاكمدها إن سوردا إياغا لغو الشيغي وان عد كلمك عود لغو سوقادن إياغا كريا لغو الشيغي مقام منا إياه قلت إلهي بانا لغو الشيغي ولغو حسيه إنه كعبد بيها زمزم كوارابين تيسي لهايين إنه كعبد فره هذه حجابة اللي إرادة هاين تهدي لهايين نبوذي يا نبي النمذي يغا إن لغا سو ساري كواس نواكامت إنتا وحانا هاين أثر كاسي أما حديث كاسي حرمضة خلاف واكتشرة لكن طرق ذي هذا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه سلسلة صحيحة كن سغال بقول أفري أفرتن أفري أفرتن بكوفة فايوت كر هذين كرتا إلاف قريش إلاف كعادة إغاشة هذا يلا قبسي هذه براشة هذا إلافهم براشة قريش براتي رحلة الشتاء سفرت قبوبها يا والصيف سفرت كليلها درتوت فليعبدوا هو عابدان رب هذا البيت بيت كان كعبة ربي هذه ربي اسكلها الذي ربي قاسوا أطعبهم قودي من جوع قاتش كقودي وآمنهم كنبت قريي من خوف عبسنا كبت بعديي أفرتي آيادوت انتا صالة وشيغي رحلة الشتاء والصيف شتوه وقبوبها حلي قران قري انو كاليتو صيف كنا وعكولا إله ساس درتاد مركا اللي يرى هذا سندكو لبدا سام موقال لطابا كرالي ولبدا وقتي اتجارة ديا قناعسيقو وسوق يا شواي لبدا حلي كرقور يقبوبها يكولا إله واي إنه حلقة كليلها ينوع وسنة كدمات كيس حلقة قبوبها ينوع هنا وحلقة برتميه ساه دلدة قيب كالانا مركان كليلها قال لي قبوب قشا مركان قبوبها قال لنا كليل بيقالان عربت رحلة الشتاء قبوبها مركا يتهي لنا عالصيف كي يمن بي آذي شرين لنا كليلها مركا يتهي قبوب ودعيه ويدنا عن شام قبو برن باكد عمين ريق بكادي قبو يحملي كرارو اتكيسن كرار ماهين حلي الصيف كي كوليلها باي هيد حلي قدرتو علين تيالاتو اميروه بحو جوغونا معاني هاي وحبادان اللغسو اديكتو مركي كوليلها تهينا حقا سي ادي شرين شام مركي قبو بها تهينا حقا يمن بي ادي شرين لابر رحلة وحايا هيد تجارة ذوذية قناعسي قوذية أذي قوذة واوينية رسي قوذة وحبادان كحرية وحبادان وحاقيب كعاوين أيي أهل الحرم إنيهين وعندما أنا يتابن شرن وقال ذي حرم كالنفية مال بلا بدبادين أيو إيه قوضات كناك إيه بابا حسكا بغيان سيدا آيات دادن بألغو تلماميو مرد إله النعمة دا سي نعمة دان البيت كي سنايكم متين فليعبدوها عابدان رب هذا البيت بيت كان ربي قيلها ها عابدان الذي ربي غاسو أطعمهم قوذيي من جوع قاتشو ميران بيرنا كبهن بدرنا لهين درنا عنكسو بهن بولاهي درتشيو درتي بدركي مليو بارو كان وآمنهم بابد باديي من خوف عبسي ميال نقل اسكردقي ولا اسوذا بريل قيستي وقبائل كيسوذا ديرون اسوذا دعين بانيو قدها ماشورة إيا بانناك هذا السعودان شوخ لو دهين فضلق بيتك درتي باين نبدا يرزقا كهلين ربك بيتك اسكالها نعمدان كسيي أبالكي سيني عابدان واي الرمهاسي بيتك الله يكتي سيرون مقام كلي يهين وهذا البلد الأميني وانت حل بهذا البلد بان كسو مرني نعمدان أمني يرزقنا من ربضان بين صوح سني وحارة كمدها ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ميين أراك حرم آمنين عند جيني حريره هذا النقل إسكرد يقول الله إسواد الله ينايو
أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ميانا دجن حرم آمنة ورزق مال والبل وكينيو رزقي أمني آيات دانا والله وشيغي إبراهيم دعالي سيبان إلهي أقبالي إبراهيم حكو دعيي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إله مالا بير لحين باندتي عرطي عند بيتك المحرم بيتك المحرم لذاك تيس ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إله قلوب تدتكم إليه كحرا تهولو ذكرك وارزقهم من الثمرات إله مرهنا كارزاق مريه واللوكين يا مرك دعا داس إله إلهي أقبلي إن بيتك آمن حرم هانا وقدري رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوني إله بلد كان آمن كدك دعا النبي إبراهيم باسا إلهي كو أقبلي بيت كيف يتشوغان إلهي نقول شكريان والنعمة كو شكريان والنعمة قاتان وإلهي كو عابدان ماشي اللي غربي إني لا دقاء لمن دين تيسي وخيرك الله دقاء لمن بيقاتين هل كاسم كدنا بالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.